بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نفتتح في هذه الحلقة أولى إذا حصصنا التعليمية في قناتنا Fishing Challenge Number One. هذه القناة التي إن شاء الله ستكون إذا منارة لمحبي الصيد البحري وللخاصة الذين يريدون أن يتعلموا كيفية إذا طرق الصيد وربط الخيط وربط الصنار وتجهيز القصبة. إن شاء الله إذا ستكون حصص متتالية نقدم فيها الشيء القليل لهؤلاء الذين يحبون إذا الصيد. إن شاء الله إذا نتمنى من الجميع أن يشترك في هذه القناة ويفعل الجرس ويتابعنا باهتمام، وإن شاء الله ستكون فيها فائدة للجميع. إذا ربط الصنار، لربط الصنار إذا نحتاج إلى المعدات التالية. نحتاج إلى مجموعة من الصنانير مختلفة الأحجام، نحتاج كذلك إلى خيط. إذا هذا الخيط مثلا إذا خيط ياباني ممتاز جدا متوفر في محلات الشحيري، كذلك هذه اللمسونات إذا كورية بأحجام مختلفة متوفرة كذلك في محلات الشحيري. إذا نحتاج إلى لمسونات، إلى مقص، وإلى الخيط. إذا نبدأ أولى هذه الربطات. إذا لدينا ثلاث ربطات وهي معروفة جدا وسهلة، يمكنكم أن تطبقوها وتجربوها. نبدأ إذا نأخذ إذا طرف قطعة من الخيط، إذا قطعة من الخيط إذا، ثم نأخذ صنار. إذا سنقوم ب إذا نأخذ طرف الخيط، إذا تبعوا معي جيدا، إذا طرف الخيط الأمامي ثم طرف الخيط الخلفي ونضع على الصنار، ثم نقوم بلف الخيط 7 مرات. 1 2 3 4 5 6 7. ثم نسحب إذا طرف الخيط العلوي بهذه الطريقة، والربطة متاعنا تكون جاهزة وربطة قوية، وهذه من أشهر الربطات وأقواها. ثم نقوم بقص الطرف الزائد. يعني هذه أولى الربطات وهي ربطة سهلة وجيدة جدا وممتازة وفعالة. الربطة الثانية نأخذ كذلك طرف من الخيط، نأخذ صنار صغير، إذا نجرب على الصنار الصغير، إذا نضع، إذا نقوم بحلقة، إذا هذا الخيط انظروا هكذا طرفي الخيط قصير وطويل، إذا نضعه على الصنار، لاحظوا معي جيدا، إذا هذا الصنار الصغير، إذا هذا الخيط بهذه الطريقة، ثم نضعه على الصنار، ثم نقوم بلف الخيط القصير، 1 2 3 4 5 6 7. ثم الحلقة نضعها في الخيط القصير، حلقة هكذا بهي الطريقة، ثم نسحب، بقوة من الطرفين، وهكذا الربطة تكون جاهزة وربطة قوية كذلك، هذه من أقوى الربطات. ثم نقص طرف الزائد، هذه الربطة الثانية. الربطة الثالثة نأخذ صنار كبير حتى تكون الصورة واضحة. هذا الصنار فعال للسمك الكبير، سمك الريحيت. إذا ندخل الخيط في عين الصنار هكذا، ثم نلفه هكذا كل خيط، ثم نأتي إلى طرف الخيط ونقوم بحلقة، ثم ندخل طرف الخيط في الحلقة، إذا نلفه إذا كثير من المرات، 7 مرات هكذا، 2 3 4
خمسة، ثم نسحب طرف الخيط هكذا، انظروا، ثم نسحب الخيط العلوي هذه الطريقة، انظروا هون، وهذه كذلك من الربطات القوية وهي ربطة سهلة، انظروا، ثم نقص الطرف الزائد، إذن هذه الثلاث ربطات، إذن جربناها مع لمصان كبير الحجم ولمصان متوسط ولمصان إذن رقم 14 إذن صغير، وهي ربطات ممتازة وفعالة ولا تخافوا من قطع الخيط من السنار. والسلام عليكم وشكرا، وإن شاء الله تكون قد عمت الفائدة، والله الموفق الجميع، والسلام.